طبعا انا ماني فنان مختص، انا ماني ادرس فنون جميلي، انا مجرد هاوي عندي موهبه الرسم لانه متوارثه عندنا في العائله. ومع بدايه الحراك الثوري كان لي دور في صناعه اللافتات وتاسيس مكتب كهف فهم الاعلامي مع الراحل رائد الفارس الله يرحمه. وكانت مهمتنا هي تنظيم المظاهرات وصناعه اللافتات، ومع الوقت استغلت الموهبه اللي عندي في صناعه الكاريكاتير لحتى نوصل افكارنا الثوريه في المظاهرات. فصار في كل مظاهره من مظاهرات كفرنبيل دائما في لافتي في اللغه الانجليزيه ولافتي في اللغه العربيه، بالاضافه للافتات صغيره كرتونيه مع رسومات الكاريكاتير. وللاسف بعد استشهاد معظم كادر المكتب الاعلامي في كفرنبيل اللي هو خالد العيسى الله يرحمه، رائد فارس الله يرحمه، حمود جنيد الله يرحمه، ما ضل في قدره انك تطلع في المظاهره. وانا اضطريت هاجر من كفرنبيل، او بالاحرى تهجرت من كفرنبيل لاسباب معينه، واستقريت في مدينه عزاز. وطبعا ما توقفت، بس اختلف النشاط عن قبل. يعني قبل كانت مظاهره فيها زخم، فيها كل فتره بدك تطلع، في تعلق على اي حدث عالمي. هون انحصر النشاط في مجرد وسيله التواصل الاجتماعي، انك ترسم رسومات وانشرها وسيله التواصل. فانتقل الرسم حتى من الكرتوني اللي كنا نعملها كرتوني كبيري، تحولت لرسم ديجيتال الكتروني على الكمبيوتر باعتبار عندي خبره في موضوع التصميم اساسا، الفوتوشوب وغيره. طبعا نشاطي كان متقطع، ما هو بشكل دائم، اترافق مثلا مع فتره صار في حراك مثلا في مناطق ادلب بالتزامن مع الحراك اللي صار في السويده، بالاضافه لرسومات ثانيه كنت احيانا اضطر ارسمها وانزلها بدون مظاهره. يعني وقت يصير في حدث معين مثلا بدي اعلق عليه، مثل زلزال مثلا، أو إذا بدنا نحكي على أهم حدث في الفترة الأخيرة يلي هو في حدثين مهمات، حدث الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وحدث كمان القصف السافر الشديد اللي قام فيه نظام بشار الأسد على المناطق اللي خارج سيطرته في إدلب وما حولها.